مساكم الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير. يا هلا وسهلا فيك بسام، ومسي بالخير على مشاهدينا، ومسانا فخر بالحدود، مسانا دعم لكل الجهود، ومساكم مشاهدينا تكاتف والتزام يدفعنا للتقدم للأمام. نعم رقية، التزام بالإجراءات الصحية واتباع التعليمات الوقائية والحرص على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي. اليوم المجتمع البحريني هو مثال للمجتمع الواعي القادر بإذن الله وبتعاون كل أفراده ومؤسساته على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية والحد من انتشار فيروس كورونا بإذن الله. بإذن الله، بس يعني صحيح بسام، إحنا اليوم ولله الحمد في ديرة تنعم بالأمن والأمان، ديرة تقدم كافة الفحوصات الطبية بالمجان، ديرة فيها التعليم مستمر والتطور في كافة المجالات متواصل، فبإذن الله إن شاء الله البحرين راح تمضي بثبات في مواجهتها لفيروس كورونا، وبالتعاون إن شاء الله راح كلنا مع بعض نجتاز هذه المرحلة بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله بنتمكن من اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية. مشاهدينا خلكم معنا، اليوم عندنا العديد من المواضيع المهمة، لكن بعد هالفاصل. مشاهدينا نبتدي معاكم في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالنجاح الباهر والتجاوب منقطع النظير الذي أبداه أهل البحرين الكرام مع الحملة الوطنية في النخير، واللي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حيث ضرب أبناء البحرين أروع الأمثلة في الولاء وحب الوطن والتكاتف والتلاحم اللي تنعم فيه البحرين على مر الزمان، وتسابق الجميع في دعم هذه الحملة والمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لهذا الوباء واحتواء تداعياته. وأعرب جلالته عن تقديره للمساهمات القيمة من قبل المواطنين والتجار ورجال الأعمال والمؤسسات البنكية والمصرفية والشركات والجمعيات والمقيمين والأفراد الذين لبوا نداء الوطن في تقديم الدعم والمساهمة في هذه الحملة الوطنية، والذي عكس ما يتميز به المجتمع البحريني الأصيل من قيم نبيلة في الخير والبذل والعطاء والتكافل والترابط والتلاحم، حيث سجل تاريخ البحرين لأبنائها الكرام مواقف عظيمة ومشرفة في التضحية والتعاضد، مكنت البحرين من تخطي الكثير من التحديات. وفي خبر آخر، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن صحافة البحرين وعلى مدى تاريخها العريق شكلت ولا تزال عماد رئيسي ومؤثر في نهضة الوطن وتطوره، وامتدح سموه ما سجلته الصحافة الوطنية من تاريخ زاخر وعطاء ثري وما أرسته من إرث مشرف عبر التزامها بالكلمة الحرة والمسؤولة والرأي المستنير. سمو رئيس الوزراء هنأ في تصريح بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يوافق اليوم الخميس 7 مايو الكوادر الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين، وأكد سموه أن البحرين في عهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حققت كل متطلبات الدولة العصرية الحديثة، في مقدمتها الانفتاح وحرية التعبير، مما أهل الصحافة لأن تطلع بدورها في تجسيد واقع المجتمع والحفاظ على مكتسباته. الحين مشاهدينا راح ننتقل إلى الزميلة مريم بوكمال وبرنامج أنت في البيت. مساك الله بالخير مريم، تفضل الكلمة عندك. مساك الله بالنور والسرور بسام ورقية في برنامج مجتمع واعي وجميع من يتابع تلفزيون البحرين بفقراته المختلفة وبرامجه الرمضانية المميزة. أرحب فيكم في برنامج أنت في البيت، وأقول لكم قرقعونا هالسنة غير، وإحنا نقدم لكم كل الخير، كل اللي عليك تقعد في البيت والألف توصلك إذا اتصلنا لك ورديت. كل المطلوب منك أنك تحمل تطبيق مجتمع واعي
وتلتزم بمبدأ التباعد الاجتماعي. أما الحين فخلونا نشوف من أول بيت راح يفوز اليوم معنا. إذن مشاهدينا كل عام وانتم بخير، وأكيد اليوم يمكن الأجواء مختلفة، اعتادنا على القرقعون برع ونزور من بيت لبيت، ولكن الحين مع ظروف الكورونا أكيد الكل ملتزم وقاعد في البيت، ولكن ما زالت هناك الطقوس الرمضانية والقرقعون اللي ما بتتبدل إن شاء الله، وبنعيشها في الأيام القريبة القادمة بإذن الله بعد انتهاء الكورونا. إذن مشاهدينا أذكركم بأن بإمكانكم المشاركة في برنامج أنت في البيت من خلال تحميلكم لتطبيق مجتمع واعي والتسجيل فيه، والجائزة هي 1000 دينار لمن يلتزم بالجلوس في المنزل. وحين المحلات افتحت اليوم، عندنا أسبوعين مفتوحين، ولكن للضرورة الواحد يطلع، إذا ما كان في شيء ضروري يتم في البيت علشان يحصل 1000 دينار. والحين راح نشوف البيت الأول، إن شاء الله يكونوا قاعدين في البيت وملتزمين ويانا. احنا النت عندنا المفروض مضبوط، كل شيء عندنا زين، بتسمعونا وبنسمعكم. كولينج؟ اي مو برينجينج صح؟ ماذا أفعل؟ أذهب إلى البيت الآخر؟ يلا نروح للبيت الثاني. بعد كولينج تليفوني مو بسايلنت. عادي أنا في البيت هسوي تليفوني سايلنت. كولينج لماذا؟ لماذا؟ اليوم بعد غيرنا الوقت كلش، انتم تعودتوا ما شاء الله عليكم، صرتوا تعرفون نطلع قبل النشرة أو عقب النشرة، اليوم غيرنا، أول طلعة في مجتمع واعي. ما يردون. أروح للبيت رقم 3. الو السلام عليكم. الو يا هلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ معك مريم بو كمال من تلفزيون البحرين، برنامج انت في البيت. هلا بيك اختي. اهلا وسهلا، حيا الله الصوت. تعرفني باسمك شيخ؟ اهلا وسهلا اختي. تعرفني باسمك؟ تفضلي. تعرفني تعرفني عليك؟ وياك اختي. اي من معي؟ محمد جعفر علي. يا هلا اخوي محمد، شو اخبارك؟ شلونك يا رمضان؟ جعفر علي. شلونك؟ هلا بيك الله يسلمك اختي. منتظر الاتصال محمد صح؟ خير الله يخليك. تفضلي. مستعد؟ تفضلي. اذا محمد تم اختيارك للمشاركه في برنامج انت في البيت، عندك فرصه تكسب 1000 دينار اذا اثبت لي انك في البيت. ابي اكد لك ان اثبات وجودك في البيت ما يعني الزامك بتصوير البيت او اقتحام لخصوصيتك. في حال رغبتك عدم التصوير ارجو منك تشغيل الكاميرا وتصوير رقم البيت وارسال اللوكيشن حالا. ايش تختار يا محمد؟ تفضلي. بتفتح الكاميرا؟ اي اختي. اوكي يلا تفضلي. زاد فضلك بس افتح الكاميرا. ايوه افتحي الكاميرا. يا هلا والله، اهلا وسهلا. يا هلا بيك اختي. اهلا وسهلا، نورتنا في اول اتصال اخوي. قاعد قاعد في البيت وملتزم؟ انا في البيت. تصور لي أكيد. تصور لي رقم البيت. هذا البيت. الله خوش الوان البيت. عجيب القعده. الله يسلمك. راوني بس رقم البيت. ايوه حق نثبت للمشاهدين انك موجود في البيت وانك تستحق ال1000 دينار يا محمد. ان
نشوف رقم البيت، تعكس بس الكاميرا، حلو رقم البيت، هذه هو رقم البيت. والحين انتظرك تطرش لي لايف لوكيشن بعد ما اسكر التليفون، ويعطيك الف عافيه اخوي ومبروك عليك الالف دينار. لوكيشن؟ ايوه عقب ما اسكر التليفون طرش اللوكيشن. اي بعد ما اسكر التليفون. ان شاء الله خير. الف مبروك الالف. شكرا شكرا. العفو الله يعافيك يسلمك. مع السلامة. إذا محمد التزم وقاعد في البيت وكان أول الفائزين اليوم معانا في برنامج أنت في البيت، باقي لنا أربع فائزين فخلكم في البيت وتابعوا تلفزيون البحرين حق تفوزون بالألف. مع السلامة. أو ننتقل حق رقية، ننتقل لرقية وبسام في برنامج مجتمع واعي. يعطيك العافية مريم. والحين مشاهدينا ننتقل إلى الزميل بسام اللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا رقية. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الخميس 7 مايو 2020. أبلغت الحالات القائمة 2125 حالة، والحالات المستقرة منها 1121 حالة، فيما يبقى 4 أشخاص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافين فيبلغون حتى اليوم 1998 متعافي. أما حالات الوفيات حتى اليوم 8 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. مملكة البحرين أجرأت أكثر من 164 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الخميس في مملكة البحرين رصد 197 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 130 حالة لعمالة وافدة و67 حالة لمخالطين، وتعافي 138 حالة. هذه كل اللي عندي وعودة لترقية. يعطيك العافية بسام، وأكيد إحنا دائما ما نملك إلا أن إحنا نقول الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دائما نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. حياكم الله من جديد. مملكة البحرين من خلال فريق البحرين المتكاتف خلانا نسير في الطريق الصحيح خلال هذا التحدي الصحي. فيروس كورونا ولله الحمد ما وقف في طريقنا الزاخر بالنجاحات، بل انه يبين لنا حجم التعاون اللي يصير خلف الكواليس وبشكل اوضح، وعرفنا او عرفنا على امور كثيره كنا نحسبها سهله، لكن الجنود اللي هم قاعدين خلف الكواليس يعملون الكثير لتصل لنا هذه الصورة. التعاون الكبير اللي يتجسد من خلال توافر الأغذية وانسيابية سير الشاحنات يكون خلفه أيضا وزارة الداخلية، وعلى وجه الخصوص شؤون الجمارك اللي تعتبر العين الساهرة لحفظ أمننا واستقرارنا. شؤون الجمارك دائما سبقة في استحداث البرامج اللي تدعم الاقتصاد الوطني ورؤية مملكة البحرين 2030، وخلال هذه الجائحة تابعنا معهم تعاونهم الفعال والمستمر مع العديد من التجار لتسهيل انسيابية حركة شاحناتهم، بالإضافة طبعا إلى وصولها لأعلى معايير الجودة للمستهلكين في السوق. بالتأكيد رقية، وهذه العمل الدؤوب أضمنت مملكة البحرين توافر الأغذية خلال هذا التحدي الصحي، وشددت على عدم التخزين أو الشراء بكميات كبيرة من بداية هذا التحدي الصحي،
لثقتها في منتسبي وزارة الداخلية والتعاون القائم بين جميع المعنيين. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ويسرنا يكون معنا في الاستوديو السيد خالد الأمين، رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين. مساك الله بالخير، مبروك عليك ما تبارك من شاء الله. الله يمسيكم بالنور رقي وبسام. بداية أنا أبارك القرقاعونة والناصبة حق أطفال البحرين، ومثل ما تعلموا أن يدرسون عن بعد، اليوم القرقاعون قرقاعون بعد وعن بعد، فنبارك لهم، وهذه شيء راح يتذكرونه طول عمرهم بالتأكيد. يعني إحنا من بداية يعني هذا التحدي، يعني شفنا تطمينات من قبلكم كتجار، شفنا تطمينات من قبل الحكومة فيما يخص المخزون الغذائي والأمن الغذائي في مملكة البحرين، وأنه هو يعني على رأس أولويات الحكومة. نعم. على رأس أولويات اللجنة التنسيقية كذلك برئاسة ولي العهد. لو توضح لنا بداية يعني التعاون القائم ما بينكم أنت وكتجار وما بين شؤون الجمارك. التعاون مثل ما تقول مفتوح على طول، عندنا خط مفتوح مع الله يحفظه معالي الشيخ أحمد بن حمد على طول، وأي مشكلة اليوم تصير راح تنحل في نفس الوقت. ما في أي مشكلة واجهنا في البداية تكدس الشاحنات، واجهنا بعض الدول سكت حدودها، بعض الدول ما قاعدة تصدر المنتوج، بس كثير من الشركات الغذائية خذ طيران الخليج، طيران الخليج وصلت الأكل، الشاحنات وانسياب الشاحنات عبر جسر الملك فهد صراحة الجمارك لعبوا دور فيه، وللشهادة الشيخ أحمد لعب دور كبير معنا بالتلفون، كنا نتصل فيه خلال ربع ساعة. نعم. الأمور ماشية. وبعد خلني أذكر الشيخ أحمد بن عيسى الله يحفظه وكيل الهجرة، كل الأمور يسيرها لنا بأسرع وقت خلال الفيز حق السواويق الأردنيين أو اليمينيين. واجهنا مشاكل بس باتحادنا مع بعض وبالخط المفتوح مع الجمارك ومع الهجرة والجوازات كان كل شيء يعني أحسن من السابق، وهذه كلها بفضل توجيهات معالي وزير الداخلية. جميل. يعني احنا نقول هذا التحدي بين كثير من المعالم الجميلة اللي خلينا نقول تكاتف المؤسسات والأفراد، ومن ضمنها طبعا التعاون اللي شهدناه ما بين مختلف مؤسسات الدولة. لما نتكلم أكثر عن يعني بالتفصيل عن وصول الشحنات الغذائية، من توصل إلى مملكة البحرين، وكيف هي الإجراءات المتبعة لتسهيل وصولها إلى المستهلكين؟ والله شوفي التسهيل جدا ممتاز، افضل من الايام العاديه. الشاحنات كلش ما تتعطل في الجسر، شاحن خصوصا الغذاء، في اوامر من سيدي حضره صاحب الجلاله الملك ان الغذاء يصل باسرع وقت وبكل سهوله ومرونه الى الاسواق. فما عندنا اي مشكله اليوم، الشاحنات ما قاعده تتكدس في البدايه، والبدايه كانت شويه مربكه للكل، ما كنا ندري ان احنا راح نتطور معها الكوفيد 19 الكورونا لذا هذا الحد، بس بعد ذي كل شيء بسلاسه. واذا مثل ما تقولين الهند كانت صاكه حدودها، ما في بواخر، في طائرات، طيران الخليج عطى طائرات التجار، والتجار يابوا بالطائرات، يبني من الهند، يبني من باكستان، يبني من الاردن يوم صكت حدودها، يبني من مصر، فقاعدين نجيب من دول العالم كلها بالطائرات، وقال فير مو مقاصرة وقاعد تساعد التجار. ففي حركة تعاون بصراحة غير مسبوقة في البحرين. جميل. والأمور كلها ما فيها أي خوف، الغذاء ما فيها أي خوف. اليوم وصلت أول شحنة عيش بأوامر صاحب الجلالة أنه يشترون مؤونة لستة أشهر، وزارة التجارة اليوم وصلت أول شحنة عيش، وقاعد الشحنات تصل، الدجاج بيوصل، كل شيء بيوصل، فما في خوف. راح يكون عندنا غذاء لمدة سنة مو لستة أشهر. نعم. راح يكون غذاء لمدة، ما في أي خوف، في انسيابية، في انسيابية، في انسيابية. أول موضوع ما في إن إحنا لازم نعزز الخطوات الاحترازية، نسمع اللجنة التنسيقية إيش تقول، ونحرص على روحنا وعيالنا وزملائنا. في استجابة الأمانة يعني أستاذ خالد من الناس، حتى ما شفنا في تكدس في اللي هو في محلات السوبر ماركت، ما شفنا في تهافت من الناس على أساس أنه يتم التخزين. الحمد لله. هذه يعني يدل على أن هناك فعلا مخزون غذائي، وهذه يعني نتيجة تطميناتكم المستمرة وعملكم الدؤوب المستمر. احنا بنواصل معاك أستاذ الكريم، يعني مشاهدينا ضمن هذه الجهود الوطنية
تعمل شؤون الجمارك في المنافذ الرئيسية للبحرين، واليوم راح نسلط الضوء على شؤون الجمارك في المنفذ البري بجسر الملك فهد ودورهم في مراقبة وتسيير حركة الشاحنات القادمة إلى البحرين بعدة خطوات تمر بها الشاحنة لاستكمال إجراءاتها. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل عمار العماري. على منافذ مملكة البحرين الثلاثة تعمل شؤون الجمارك بأعلى تجهيزات ضباطها الاحترازية وكفاءاتهم العالية في مناطق تصنف في الظروف الاستثنائية كمناطق عالية الخطورة تشمل التقاءهم بالمسافرين ومناطق الشحن. أحد منافذ البحرين الرئيسية هو رابطنا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يتواصل به عمل شؤون الجمارك على مراقبة وتسيير حركة الشاحنات القادمة إلى البحرين بعد عدة خطوات تمر بها الشاحنة لاستكمال إجراءاتها. ومن خلال أنظمة المراقبة الحساسة الحديثة وكاميرات الفيديو وتقنية المسح والتصوير يمكن لغرفة المراقبة التعرف على تفاصيل الشحنات بالسرعة التي تضمن تواصل انسيابية وصول الشاحنات وتعزيز الحركة التجارية. شؤون الجمارك تسعى دائما إلى تقديم خدمات جمركية متميزة لتيسير حركة السفر والتجارة المشروعة عبر المنافذ الجمركية، وأن عمل إدارة جمارك المنافذ البرية في شهر رمضان المبارك لا يختلف عن أيام الفطر، بل كانت وما زالت تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم خدمات جمركية متميزة لضمان عبور البضائع عبر جسر الملك فهد بكل سهولة ويسر. ويعد التخليص المسبق على جسر الملك فهد مساهما في تبسيط الإجراءات الجمركية إلى جانب ما تم تدشينه من حزمة خدمات إلكترونية تهدف إلى تلبية متطلبات واحتياجات كافة العملاء والمخلصين الجمركيين في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وما إشادة منظمة الجمارك العالمية بإجراءات البحرين إلا خير دليل على سبق المملكة دائما في تعزيز أمنها ورخائها. جهود متواصلة توالي بذلها شؤون الجمارك حفاظا على أمن واستقرار البحرين وسلامة حدودها جوا وبرا وبحرا في مختلف الظروف. عمار العماري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. مواصلين معكم مشاهدينا لقائنا مع السيد خالد لمين، ويعني احنا قلنا في البداية قبل ما نطلع في التقرير ان ولله الحمد في انسيابية، وطبعا البضاعة اول ما توصل الى منافذ مملكة البحرين تصل بسهولة الى خلينا نقول الى المستهلكين ولا الاسواق، لكن لابد ان هناك خطة وضعت عشان نضمن فعلا فيها انسيابية هذا الامر، فلو تكلمنا اكثر عن هذه الخطة. في خطة نظرا للظروف الاحترازية ومبدأ التباعد الاجتماعي والخوف من انتشار كورونا، اجتمعنا احنا غرفة التجارة، مدير شرطة العنعيم، مديرة الأسواق المركزية، فوضعنا خطة لانسيابية الحركة وغيرنا وقت الحراج للتجار من صار من الساعة 1 إلى الساعة 6 صباحاً مع مراعاة أن في تباعد اجتماعي والعدد اللي داخل موجود. منعنا البيع على الأرصفة طبعاً هذه ثرو البلدية. محافظ العاصمة بعد الشيخ هشام اشتغل ويانا وصراحة سهل كثير من الأمور. السوق المركزي للناس يفتح من الساعة 4 صباحاً لثنتين العصر، وبعد في حراسة مشددة من الداخلية ومن البلديات. البوابات للتنزيل للحراج من بوابتين، من بدل ما هم 8 بوابات اللي هم بوابة 1 و4. بوابات الدخول للجماهير من بدل ما كانوا 16 بوابة صاروا 10 بوابات، على أساس إنه يأخذون الحرارة وعلى أساس أنه يكون في تباعد اجتماعي. يعني عملية التحكم تصير أسهل. عملية التحكم تصير أسهل وأنت تضمنين أنه ما ينتشر، وتعرفين أنه هذه سوق مركزي وسوق حراج وتواجد فيه كثير من الأسيويين.
فخوفنا من ذي وضعت هذه الخطة، والحمد لله الخطة موجودة. انسيابية الحافلات بكل سهولة، الحافلات موجودة، المخازن موجودة، البضايع موجودة. صادتنا قصة البصل والطماط في البداية، والحمد لله عديناها بكل أمان. المزارع البحريني قاعد يزرع وقاعد يحاول انه مثل ما تقولين يضاعف المنتوج ماله، والبلديات قاعد تتابع وياهم. في استراتيجية للغذاء في البحرين بتوجيه من جلالة الملك للمزارع البحريني وللغذاء البحريني، للأمن الغذائي، وقاعدين نشتغل فيها مع البلديات. فما عندنا أي مشكلة في انسيابية السلع، السلع موجودة كاي رمضان وقبل رمضان، وصلنا احنا في نصف رمضان اليوم وما عندنا مشكلة، ما قد سمعنا لنا شيء. اللهم وكن صريح، في اللحم العربي كان في شح وبس، كل اللحوم موجودة، كل الأسماك موجودة، اللحوم البيضاء موجودة، مستلزمات رمضان، هريس، رقاق، طحين، كل شيء موجود. الكل لازم احنا نكون مطمن لان كل شيء موجود وكل شيء متوفر لفتره، لفتره يعني سنه يا جماعه. لفتره، ارد واكرر للجمهور ان هذا الموضوع لفتره سنه، ما في داعي للخوف. وبعدين الدول مفتوحه والحمد لله، الكورونا في انحدار، فالحمد لله. بس احنا علينا ان احنا ما نهلع وما نخاف، عندنا قيادة رشيدة قاعدة تأمن كل شيء حق المواطن وتأمن راحة المواطن، فإحنا بس نتبع التعليمات الاحترازية. نعم. وصدقوني إن البحرين بلد خير، ما في أي مشكلة. فيما يتعلق يعني أستاذ خالد بالأمن الغذائي وما يتعلق أيضا بالمخزون الغذائي، إحنا على أي أساس، أو أنت وإحنا في الغرفة مثلا وكتجار كرجال أعمال، على أي أساس إحنا نقيم أن فعلا في أمن غذائي؟ شن هي العوامل اللي نقيم بناء عليها؟ وفي الفترة يعني القادمة، احنا للأمانة يعني شفنا أن في ما تغير علينا شيء قبل رمضان، من بدت كورونا حتى هذه اللحظة ما تغير علينا شيء، إلا في ما ذكرت التذبذب حزات في يعني أسعار بعض المنتجات، في شح بعض المنتجات. لكن احنا شلون نضمن استمرارية هذا العمل، أن يكون عندنا فعلا مخزون؟ احنا ما ندري بعد يعني التحدي هذه لمتى مستمر. في نفس الوقت شلون أنتوا تضمنون اللي هو ان الاسعار تبقى على ما هي عليه؟ شوف الاسعار، خلنا نكون واضح، الاسعار اسعار عالميه وتتقلب. نعم. بس مع ذلك الاسعار لحد اليوم، يعني في فتره البدايه ارتفعت، بس لحد اليوم الاسعار طبيعيه جدا. في بعض الدول رفعت اسعارها، وهذه لا حول ولا قوه، التجار ما يقدرون يسوون شيء. في بعض الدول ما قاعده تصدر بعض الاشياء، فتختار البديل، البديل اغلى. التجار مع قبل بداية رمضان ومن استخبروا عن الوباء وهل يمكن يصير نقص، طلبوا ضعف اللي طلبون العادة. فالعادة احنا عندنا مخزون 4 أشهر، صار بين 6 إلى 8 أشهر، فالمخزون الموجود اليوم لست أشهر، وإذا نقص بعد راح نزيده. احنا ملتزمين. شوف هذه البلد عطت الناس والحمد لله، في ناس صاروا فيها وفي ناس كبروا فيها، واليوم دور التجار وغير التجار انه يضحون من اجل ذي البلد. يعني انا عندي مخزون ب4، لا انا بايب ب8، بس ان المواطن يكون مرتاح. نعم. ان المواطن ما يهلع، ان البلد يكون فيها كل شيء ممتاز. نعم. فما عندنا اي مشكله، من ينقص نرد نزيده، من ينقص نرد. مثل ما قلت لك، اليوم واصل حوالي 6000 طن عيش، وبيوصل حوالي 10,000 طن دجاج. فيعني كل شيء موجود يا جماعة. حتى اقبال الناس ما تحس يعني اقبال الناس عادي على الشراء. السنة قل، بس خلنا اقول لك البحرين بلد خير واهل خير، زادت كمية التوزيع على الأسر المتعففة. بالتأكيد. نعم. فهذه اللي صار، بس العادات التسوقية تغيرت مع فيروس كورونا، واتمنى انه يروح الفيروس وتتم العاده ان احنا ما نكدس. يعني انا اشكرك على هالكلمه اللي قلتها، يعني يعني بصفتك رجل اعمال تقول حق الناس ان غيروا ثقافتكم الاستهلاكيه. لازم تغير يعني الثقافه. لاحظنا ذا الشيء يعني. نعم. بس اكيد تتفق معي يعني استاذ خالد، انه يمكن الناس في البدايه والجميع يمكن كان في حاله هلع، في حاله خوف، ولكن لما احنا قاعدين نشوف الامور كلها قدامنا شلون قاعده تتخذ، سياسه القياده يعني الله يحفظها شلون في تبني الامور، وشلون قاعدين يعني يجارون هذه الامور كلها، فيخلينا احنا اليوم نكون مطمنين. وصار
صار عندنا مستوى الوعي يعني زاد بشكل كبير، وعي في كل شيء حتى الوعي الاستهلاكي. فيعني احنا نقول الحمد لله مجتمعنا مجتمع واعي، وان الحمد لله الناس بدأت تفهم ذي الامور، والتطمينات اللي عطيتها اليوم حق المشاهدين المخزون موجود وما في داعي حق الخوف يا جماعه. وان شاء الله يا ربي هذه تحدي، واحنا كلنا باذن الله راح نجتازه بنجاح باذن الله. رقية، مجتمع واعي، مجتمع مثقف، مجتمع متفائل، البحرينيين ما شاء الله أبدوا بصراحة وقفة جبارة في وجه الفيروس. في من 7000 إلى 8000 سوبر ماركت وهايبر ماركت وبرادة، و10% أو 15% يشتغل 24 ساعة، واليوم بالتلفون أو بالأب، فما في داعي نخاف، كل شيء موجود لباب بيت المواطن. فما يعني مو للخوف المجتمع بصراحة أبد يعني وقفته في ظل هالأزمة بصراحة مجتمع يفتخر فيه. على 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 يعني بشكل عالمي. احنا اليوم عندنا وزارة صحة أداءها عالمي، فريق طبي أداء عالمي، اللجنة التنسيقية أداءها فوق الممتاز، وزارة الداخلية تطبق القانون بكل حذافيرة، المواطنين، الجمعيات الأهلية، أنتوا يا الإعلام مسويين الشغل كله. فإحنا كبحرينيين نفتخر بأداء الحكومة وبأداء المواطنين. نعم، شكرا لك يعني أستاذ خالد، يعني وأنتوا يعني رويتونا نموذج مشرف الحقيقة برجل الأعمال البحريني المحب لبلده من خلال يعني أياديكم البيضاء، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لك سيد خالد الأمين، رئيس لجنة الثروة القضائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا على حضورك. شكرا. الله يطول بعمركم. مشاهدينا فاصل ورجعين. قسم ووعد نصون ونحمي البلد، ملك وحكومة وشعب، أرض وجو وبحر، البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل عهدا ورسالة، العمل بجهد وتصميم على أمن المواطن والمقيم. بتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينن رئيسة مجلس النواب، أطلقت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة سعادة المستشار راشد محمد بونجمة حزمة من الإجراءات الوقائية من أجل التصدي لتداعيات فيروس كورونا، ومن ضمنها تطبيق نظام العمل عن بعد على جميع الموظفين بالمجلس، وتطبيق نظام العمل من المنزل، وغيرها من الإجراءات اللي سبق وان تطرقنا لها عبر برنامج مجتمع واعي. صحيح بسام، لكن الجديد هالمرة في مبادرة مميزة أطلقتها الأمانة العامة، نبي نعرف أكثر حول هذه المبادرة، عشان كذي صرنا نكون معنا عبر الهاتف السيدة جميلة النشابة رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بمجلس النواب. نمسي عليك بالخير ومبارك لك ما تبقى من الشهر. نمسي عليكم بالخير ومبارك لكم، احنا بعد ما تبقى من الشهر الكريم. يا هلا وسهلا فيك. في البداية حابين نتعرف أكثر على هذه المبادرة. مثل ما أنتم ذكرتم، مثل ما الكل يعرف، أن مجلس النواب قدم العديد من المبادرات من بداية الحالة الاستثنائية اللي نعيشها اليوم مع جائحة كورونا، ووصولا إلى حملة فينا خير، ومن ثم اليوم المبادرة التشجيعية في شهر الخير. كل هذه بتوجيهات من معالي رئيسة مجلس النواب اللي تشجع مثل هذه المبادرات، وكذلك الدعم المباشر اللي نحظى فيه من سعادة الأمين العام. بالنسبة لهذه المبادرة الأخيرة، هي إطلاق مسابقة باسم مسابقة المجلس. هذه المسابقة تمتد على مدار 5 أسابيع. الأسبوع الأول بدينا، وإحنا حين في الأسبوع الثاني، وإن شاء الله راح نواصل مع المتابعين لأسبوع العيد. عندنا 3 فائزين مبلغ 100 دينار لكل مساهمة تفوز ويانا. نعم، يا ريت بعد نتكلم الحين عن أهداف هذه المبادرة، يعني هي مسابقة بس نبي نعرف شنو الهدف منها.
الهدف من هذه المبادرة هي في البداية طبعاً تأتي بالتفقة تماماً مع الإجراءات اللي نعيشها، إجراءات الدولة، اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. إحنا نسعى نشجع من خلالها الجميع على الجلوس في المنزل من خلال استغلال أوقاتهم في شيء مفيد، وفي نفس الوقت نشجعهم على إرسال مبادراتهم، نبيهم يشاركون معنا، نتشارك معهم على الأشياء اللي قدموها لمكافحة فيروس كورونا، أياً كانت هذه المبادرات، يعني مبادرات صغيرة، مبادرات كبيرة، كلها محل تقدير وكلها تشترك مع جهود الجميع علشان نساهم في القضاء على هذه الفيروس. نعم، انزين. طبعا يعني اللي نفهمه الحين ان هناك جزء كبير طبعا يعتمد على التواصل مع الجمهور، فلو حبينا نتعرف وياك على الآلية اللي من خلالها يتم التقييم والتواصل مع الجمهور. احنا عندنا 5 أسابيع، كل اسبوع عندنا مبادرة مختلفة عن الاسبوع الثاني. بدينا في الاسبوع الاول بدينا بصورة يرسلونها لنا من المنزل. الهدف اول شيء انه يكونون في المنزل يرسلون لنا هذه الصورة تعبر عن الشيء اللي قاعدين يسوونه في المنزل، سواء مبادراتهم، سواء جلوس مع الأطفال، الدراسة عن بعد، يعني أي مبادرة قاعدين يسوونها في البيت عشان يشغلون أوقات فراغهم. هالأسبوع عبارة عن فيديو يرسلونه لنا يوضحون لنا إسهاماتهم ومبادراتهم في القضاء على الفيروس. هذه المبادرات قد تكون صناعة كمامات منزلية، تلقينا يعني الكثير من المبادرات، منها عمليات التعقيم، عملية التعقيم المنزلية، شلون يحافظون على عيالهم من العدوى، يعني مبادرات مبتكرة وصلت لنا استقبلناها من يعني نقدر نقول من مواطنين و من المقيمين، يشجعون فيها الجلوس في المنزل ويشجعون فيها مبادرات يعني متميزة كلها الصراحة. يعني نحتار شلون نختار الأعمال، احنا نقيم الأعمال على أساس بشكل محايد بدون الأسماء، يتم اختيارهم عن طريق التصويت لأفضل 3 مشاركات كل أسبوع، نتواصل معهم بشكل مباشر في نفس الوقت نبلغهم عن أسباب اختيارهم للعمل نفسه. يعني احنا نقدر الجهد المبذول في الأعمال اللي ترسل لنا كذلك، ويعني كل أسبوع عندنا احنا 300 دينار نوزعها على هذه الأعمال اللي تستحق فعلا الفوز، ونستغل برنامجكم أكيد اللي الكل يتابعة في دعوة المشاهدين حاليا أن يشاركون معنا في هذه المسابقة عن طريق الدخول على أكاونت مجلس النواب في الانستغرام، راح يشوفون إعلان المسابقة كل يوم. إحنا كل يوم ننزل سؤال طريقة التواصل والإيميل اللي يرسلون عليه المساهمة وطريقة الاشتراك. طريقة جدا سهلة، هو إرسال مساهمتهم عن طريق الإيميل. نعم طبعا أكيد هذه مبادرة جميلة وفيها الكثير يمكن من الأفكار الإبداعية اللي فعلا قاعدة تشجع على يعني أنهم يحرصون على مبدأ التباعد الاجتماعي وغيرها من الاحترازات الأخرى. يعني هذه سيدة جميلة، بسيطة من الأمانة العامة لمجلس النواب علشان نكون شركاء معاكم ومع الجميع علشان كافح هذا الفيروس، والله يحفظ ديرتنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، الله ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان إن شاء الله. السيدة جميلة نشابة، رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا راح نترككم مع هذه اللقطات الجوية والمباشرة لمحافظة العاصمة، يعني تعودنا في كل مرة وفي كل حلقة أن احنا نشوف هذه اللقطات الجميلة لمملكة البحرين ورقية. أكيد طبعا احنا يمكن هذه اللي يميز برنامجنا اللي هي لقطات يومية وبشكل حصري فقط لبرنامج مجتمع وعي، خلونا نتابعها مع مشاهدينا وراجعين لكم.
وحدنا حبك جمعنا مرفوع رايتنا في كل وقت وحيد عشنا التسامح فيك بخلاصنا نبنيك فاروقنا نرويك لحلى عمر المتطوعين اللي فزعوا وشاركوا بوقتهم وجهدهم وخبراتهم سطروا قصص بطولية ملهمة جداً وتركوا أهلهم وإخوانهم وراحوا للصفوف الأولى يتفطرون ويتسحرون هناك. كل ذي عشان شنو؟ كل ذي عشان خدمة البحرين. بالتأكيد رقية زميلنا يحيى العمري خلال زيارته لمركز الحد الحجر سلط الضوء على قصة تترجم كل القصص أو تختصر كل القصص وتحكي الكثير من المشاعر اللي يعيشها المتطوعين في مراكز الحجر ومراكز العزل لمكافحة فيروس كورونا المستجد. نتابع مشاهدينا هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. البحرين فخرنا، لازم نحميها وديرتنا الحلوة بأرواحنا نفديها مع فريق البحرين لمكافحة كورونا لنجعلها صفر شعارنا، صفر كورونا. كل يوم وأنا جاي إلى العمل دائماً أكتب كلمة أو رسالة صغيرة للدكتورة مريم الجلامة لأن هي اللي دلتني على طريق الخير. اتصلت وقالت نحتاج لك فجيت رأسها. فمثلاً هل تدرين البحرين كما أنا والهان أحب ترابك يا وطني وأنا دائماً مستعد لندائك لخدمتك وأهل ديرتنا الطيبين منطلق لخدمة تراب الوطن. لو تقولي يبا شنو الدافع اللي يخليك اليوم ان انت ما شاء الله يعني عقب هالفترة وعقب هالسنين ان تجي وتكون متواجد اليوم بين المتطوعين في الصف الأول؟ انا طبعا لي الشرف الكبير بان اكون في صفوف المتطوعين اللي يعطون بلدهم الكثير وانا مدين لديرتي الحلوة الجميلة الجزر الحالمة بيوم اجمل ان اعطيها بعد اكثر واكثر وطبعاً للناس الطيبين اللي يعيشون على هالجزر الحلوة والناس المقيمين اللي قاعدين يبنون الأرضية أو البنية التحتية عادة يساعدوننا في بناء ديرتنا. فأنا طبعاً اللي يخليني أجي وكل يوم سعيد أنه أجي لأنه أحب هالديرة وأحب أن أعطي وواجبي كدكتور أن يوقف في هالمواقف الصعبة اللي احنا نشعر. احنا طبعا انا اشعر بانه انا من الهاي ريسك اللي ممكن هاي بس اجي واشعر بسعادة وهذا يعطيني قوة ويعطيني حتى مناعة انه ما يصيدني الفيروس. ايش رايك في الاخوان المتطوعين المتواجدين؟ شوف هذي لين ينحطون على الجرح ويبعتدي ليش لانه جايين من قلبهم يعطون بلدهم وتحس الحماس في عينهم في نشاطهم في
سهرهم وعطاهم ما لا يتوقع في أي مهنة. في طبعا إذا تلاحظ أنه أطباء قاعدين يوزعون أكل، يوزعون صابون، يهتمون بالنظافة، يهتمون بتوزيع المؤن على المقيمين في المحجر، وبالتالي تحس أنه أنت كل كأسرة واحدة والكل تعاون والكل تساعد بحيث أنه نصل إلى وقت أنه كورونا صفر بقيادة سمو ولي العهد الشيخ سلمان الله يطول لي عمره. وإحنا نفتخر لأنه أبناء البحرين، لأنه أبناء هاي الأرض الطيبة الحلوة والناس الحلوين الطيبين مثلكم وشرواكم. الله يعطيك الصحة والعافية. أنا يوم إجازة كانت عندي، فطبعاً رسالة أخرى أعتذر يا وطن الحبيب لحبي لك، شعرت بذنب كبير أرجو السماح، فالظروف هي التي جعلتني أن أتخلف عنك اليوم والأيام قادمة سوف أعود كل ما استطعت لك مني وردة محبة وعشق. يعني ما اعرف بسام، يعني قبل ان ننتقل للفقره الثانيه انا بودي لو يعني نقول شيء بسيط جدا عن اللي شفناه في هذا التقرير. اكيد يعني تحيه حق زميلنا اللي عد التقرير، لكن يعني كل اللي اقدر اقوله يمكن كلمتين، اقول هذه عيال البحرين، هذه فزعتهم، هذه معدنهم، هذه معدنهم الذهبي. بالتاكيد رقي الله يعطيهم الصحه العافيه المتطوعين في كل مكان. وانا يعني قال لي زميلنا يحيى العمر قال لي يعني انا يمكن اللي شفته صعب ان احنا ننقله يعني حق المشاهد، لأن يعني عدد المتطوعين الكبير واللي موجودين في جميع مراكز الحجر مراكز العزل شيء صراحة يثلج الصدر للأمانة. يعطيهم الصحة والعافية. احنا مستمرين معاكم مشاهدينا، وفي ظل استمرار التحدي الصحي عندنا العديد من الأمور اللي متعودين عليها خلال شهر رمضان ان احنا نسويها في كل سنة، لكن هالمرة الوضع مختلف جذريا، في أشياء يمكن صعب ان احنا نمارسها نفس كل مرة. يعني أنت تكلمت عن أشياء إحنا متعودين عليها، يعني لو بنتكلم عنها نقول خاصة سالفة اليمعات العائلية، يمعتنا على الفطور، يمعتنا في الغبقات والقرقاعن والعزايم، كل هذه الأمور إحنا متعودين إحنا نسويها سنوياً وفعلاً نحرص عليها، لكن السنة كل اللي قلنا به ممنوع. ليش ممنوع؟ لأن عندنا ظروف استثنائية معينة ولا بد أن احنا نبتعد عنها ونلتزم بالإجراءات عشان نحافظ فعلا على سلامتنا وسلامة الآخرين. بالتأكيد رقي، احنا يعني راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ويسعدنا يكون معنا في الاستوديو الدكتورة تغريد أجور رئيس خدمات صحة الفم والأسنان بالرعاية الأولية ورئيس الوحدات الطبية المتنقلة في وزارة الصحة. يا هلا ويا مرحبا فيك. أهلا فيكم. طبعا يعني مثل ما سولفنا انا ورقيه انه يعني هالسنه الوضع مختلف، في رمضان تجمعات غبقات قرقعون وغيرها من الامور هذه، يعني نبي يعني نقيم معاك الوضع حاليا، شلون تشوفين الوضع التزام الناس؟ مع انه انا اشوف انه بعد يعني بعض الناس عندهم صعوبه يواجهون لا زالوا صعوبه في مساله التاقلم مع هذا الوضع. مثل ما قلت يعني هو طبعا وضع استثنائي هذه السنه، لازم احنا كلنا نلتزم مع القرارات الصادره من الفريق الطبي الوطني في شان التوعيه الصحيه في يعني للتصدي لفيروس كورونا. كلنا يعني مثل ما قلتي متعودين على هذه التجمعات وغيرها، بس لازم احنا شويه نغير من طبيعتنا في هذه التجمعات، يعني نقلل من هذه التجمعات قدر الامكان، وهي تكون ممكن تكون تجمعات عائليه صغيره فقط. نعم. يعني على الافطار نتجنب الغبقات، نتجنب التجمعات العائليه الكبيره، كلها عشان سلامتنا وصحتنا. طبعا يعني حتى الاشياء الثانيه مثلا افطار صائم، لاحظتوا انه هو يعني توقفت هذه الحركه في الطرقات، توزيع الافطار الصائم وقت الفطور، يعني في اشياء كثيره تغيرت في حياتنا. نعم. احنا لازم نساهم ان احنا تستمر هذا الشيء على اساس ان في النهايه كلنا نوصل الى بر الامان. طبعا بالاضافه الى تجنب يعني او يعني العمل على اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازيه الاخرى، يعني مثل غسل الايدي بشكل متكرر بالماء والصابون، ممكن استخدام المعقمات،
كذلك يعني الأسطح اللي احنا نستخدمها أو الأشياء البسيطة اللي نستخدمها بشكل يومي متكرر مثل المفاتيح، المحفظة، الشغلات هذه لازم يعني تتنظف وتتعقم بين فترة والثانية بشكل دوري، على أساس في النهاية احنا نحافظ على نفسنا وعلى سلامتنا وسلامة الآخرين. طبعاً والالتزام بلبس الكمامات كذلك، يعني يمكن إحنا حالياً على التلفزيون مو طالعين بالكمام، لكن إحنا محافظين على مسافة كافية بيننا. نعم. حتى في العمل، حتى في هذه التجمعات في البيت، يعني ضروري جداً أنه نلتزم بهذه الأجراءات. وهي يعني دكتورة في النهاية ترى يعني فترة مؤقتة إن شاء الله، ويعني راح تعدي إن شاء الله وتعدي بنجاح وبسلام. دكتورة يعني لما نتكلم اليوم عن الجهود الكبيرة اللي تقوم فيها القيادة، الجهود اللي تقوم فيها خلينا نقول مختلف وزارات المملكة، الداخلية، الصحة وغيرها من هذه الجهات، ما تقدر هذه الجهود إن هي يعني خلينا نقول بشكل فردي وبشكل شخصي انهم بس يقدمون المطلوب، لازم في بعد جهه اخرى متكاتفه معه وهو وعي الجمهور. احنا اليوم نعول على وعي الناس ونقول لهم خلكم واعيين عشان يكون عندنا فعلا حس عالي من هذه الوعي. هل ذي الحس بروحه كافي عشان احنا اليوم فعلا يعني نحافظ نفس ما تفضلتي وقلتي مبدا التباعد الاجتماعي واجراءات التدابير الاحترازيه وغيرها؟ نعم، احنا نثق في يعني مواطنين يعني وشعب البحرين، نثق انهم يسمعون للقياده، وقيادتنا ما شاء الله كانت ناجحه في هذه الازمه وان شاء الله راح نستمر، لكن بتكاتفنا جميعا، تكاتف كل فرد فينا في المجتمع، تكاتف كل المؤسسات، الشركات، الوزارات، كلنا ان شاء الله راح نوصل الى بر الامان، راح نتخلص ويعني نتصدى لهاي الفيروس قد ما نقدر. ف يعني الشعب والاستمرارية في الالتزام بهاي التدابير الاحترازية جدا ضروري، والاستمرارية ما علي، احنا ندري ان شوي ما تعبوا خذنا فترة، بس ان شاء الله راح نعدي هذه الأزمة على خير، وهي كلها فترة وتعدي. نبتعد عن العواطف دكتورة يعني شوية. طبعا في بعض الناس اللي هم يعني ما زالوا يحتاجون الى التوجيه والتوعية. نعم. وهذه دور كل واحد فينا في المجتمع، يعني سواء احنا كنا في مجتمع العمل، انت اذا شفتي احد لازم تنصحينه، لازم يلبس الكمام، لازم يحافظ على غسل الايدي، لأن إذا شخص واحد يعني ما التزم أو أكثر من شخص، إحنا بالتالي ما رح نوصل إلى النجاح اللي إحنا نتطلع له، وما رح نقضي على الفيروس في أقصر فترة. صحيح. ممكنة. نعم. خروح للعمل الميداني حين دكتورة، يعني في عملكم من خلال وحدات الطبية المتنقلة. نعم. يعني وهي مبادرة للأمانة يعني أشاد فيها الجميع في البحرين وخارج البحرين، مسألة أنه والله يكون في وحدات متنقلة للفحص، هذه يعني مبادرة بادرت لها البحرين، وكانت يعني مبادرة استباقية وسباقة. نعم. لمملكة البحرين. يعني حدثينا أكثر عن يعني جهودكم المتواصلة من خلال هذه الحملة أو من خلال هذه المبادرة الوحدات المتنقلة، يعني لون قيم الحين الوضع، ولون قيم من خلال يعني هذه المبادرة شلون يعني عملية الفحص قاعدة تصير حاليا. إيه نعم، هي طبعا استمرارا للجهود المتكاثفة. نعم. في التصدي للفيروس، يعني قامت وزارة الصحة بتوجيهات من النائب الأول سمو الأمير الملكي الشيخ سلمان بن حمد الخليفة، يعني بالاستعانة بالوحدات المتنقلة، لأن عشان نحن نقوم بالفحص العشوائي في مختلف المناطق في البحرين. طبعا احنا ناخذ عينات عشوائية ومن مختلف يعني القطاعات المتوفرة في البحرين، سواء هي كانت أسواق من خلال داخل المجمعات، أو كانت أسواق شعبية، شوارع يكثر فيها الازدحامات، أماكن تجمعات، يعني مثلا سكن، سواء كان سكن لعمال أو يعني مجموعة من المحلات خلينا نقول البرادات الصغيرة يم بعض، جراجات، يعني تقريبا يعني قاعدين نغطي جميع القطاعات قدر الامكان، وناخذ عينات مختلفه من جميع يعني المتواجدين في هذه المنطقه، سواء كانوا مواطنين، مقيمين، اي احد. وطبعا هاي العينات قاعده تزداد يوما بعد يوم، على اساس ان احنا نقدر نغطي اكبر يعني عينه عشوائيه ممكنه. يعني احنا اليوم وصلنا الى احنا نغطي 2500 عينه في اليوم الواحد من خلال الوحدات المتنقله، والحمد لله رب العالمين. يعني في بعض الأحيان كنا نسعد أن احنا نشوف يعني العينة على كبرها، على كبر حجمها اللي احنا خذيناه، أن هي تكون ما فيها إصابات يعني. نعم. بالفيروس. أنتوا سبقتوا الفيروس يعني.
إن شاء الله. الله يعني من خلال هالحملة طبعاً هو كان الهدف من هاي الحملة هو الكشف المبكر عن وجود الإصابات بين الأفراد، لأن مثل ما تعرف أن بعض الأفراد ما قاعد يطلع عليهم اللي هي الأعراض الشائعة عن هذا، عشان ما تصير المخالطة وتزيد الأعداد. بالضبط. يعني أكيد دكتور إحنا نقدر كل الجهود اللي تبذلونها اليوم في وزارة الصحة، ويعني خلينا نقول في جميع إدارات الوزارة، وأكيد اللي تقومون فيه الناس اليوم كلها قاعدة تنظر له يعني نظرة فيها كل الاحترام وكل الفخر والتقدير لكل مجهوداتكم اللي تقومون فيها. دكتورة تغريدة جور، رئيس خدمات صحة الفم والأسنان بالرعاية الأولية، رئيس الوحدات الطبية المتنقلة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك واللي تواجدك معنا اليوم. شكرا لك. فاصل مشاهدينا وراجعين نواصل معكم برنامجنا. في هالوقت ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، السلام في الدقيقة، مئات المعلومات والأخبار بعضها صحيح وأغلبها مو صحيح، وفي وقت التحديات تزيد الشائعات، يمكن من خوف أو من سعي للسبق أو غياب للوعي، وهني يجي دورنا نصد الشائعات وننشر الحقيقة، لأن مسؤوليتنا الوطنية تعتم علينا إن المجتمع يعرف الحقيقة. الإعلام المرعوب ما يصنع رأي عام، وإحنا عندنا الجرأة والشجاعة إن نوصل الحقيقة، كل الحقيقة بدون تزييف أو تهوين أو تهوين. اليوم عليك مسؤولية مواجهة الشائعات مثل ما البحرين بأبنائها تواجه التحديات. اليوم 14 رمضان، يعني ليلة مميزة جدا، ليلة القرقان. لكن في ظل الظروف الاستثنائية اللي نعيشها راح يتعذر علينا يا بسام ان احنا نحيي القرقان، وهذه العادة طبعا التراثية الأصيلة واللي امتدت على مدى قرون في البحرين، وتتميز بتوزيع الحلويات والمكسرات والهازيج المعتادة خاصة من الأطفال. بالتأكيد رقية، يعني احنا يؤسفنا ان نتعذر إقامة يعني القرقعون هذه السنة، لكن ما يمنع أن يكون في بعض التجمعات البسيطة ونحتفل بطريقة يعني حداثية أكثر. هالظروف يعني صعبة، لكن ما يمنع أن احنا ننحي هذه الليلة بين عائلتنا الصغيرة مثل ما قلت، وكذلك نأصلها في نفوس أبنائنا، وممكن نستبدل المكسرات والحلويات بمسج، أو يعني مثل ما سوى جمعية المرصد لحقوق الإنسان واللي حبت تشارك فرحة الأطفال بهذا اليوم وإن كان عن بعد. يعني نشوف معاكم هذا الفيديو على حسابهم في الانستغرام وراجعين. سلم بابا حامد، يلا خلنا هنا، يلا سلم عطف بانا، يلا سلم ما، يلا سلم ولدكم ولدكم يا الحباب يا الحباب، يرجع الباب يرجع الباب. القرقان في بيتنا احلى ما حلنا، عدنا هالسنة في البيت عشان صحتنا وصحتكم، عشان البحرين نقرقع في البيت، ما بنقرقع في البيت، نشغلكم في البيت عشان نحن قرقعنا في البيت، نرقع في البيت عشان البحرين، نرقع على السنة في البيت، احنا نحبكم هالسنة بنقرقع في البيت، اتروح نبرع في كورونا. الله يخلي البحرين لنا والملك حمد. في قرقعون مو موفيه. الله يحفظ عيالنا صراحة، يعني عفوية جميلة وبساطة حلوة وأغاني حلوة منهم، خاصة اللي هدد قال يعني قاعد في البيت.
يعني صار في نوع من التهديد يعني يعطيهم العافيه اكيد. بس عشان كل عشان البحرين طبعا. اكيد. مشاهدينا، وعي المجتمع هو السلاح الاول للحد من انتشار فيروس كورونا، بان احنا نقعد في البيت ونلتزم بمختلف القرارات والاجراءات اللي تم اتخاذها للحفاظ على صحه وسلامه الجميع. اكيد رقي، يعني احنا بدينا صح وماشيين صح باذن الله، وخلنا نوصل على هذا النهج، خلنا نلتزم ونكمل التزامنا، والحمد لله البحرين يعني بوضع افضل بكثير. وطبعا قاعدين نشوف التزام المواطنين والمقيمين اللي اثبتوا انهم قد المسؤوليه بالتزامهم ايضا في شهر رمضان المبارك بكافه التعليمات الصادره من الجهات الرسميه عبر الحرص على التباعد الاجتماعي. اليوم كلنا طبعا ندعم الجهود الوطنيه لمكافحه فيروس كورونا. البحرين حظت بتعاملها الحكيم والمبكر مع جائحه كورونا باعجاب واشاده دوليه من الخبراء المختصين في مجال الصحه والابحاث العلميه، وباذن الله بنواصل كتابه قصه النجاح هذه والقضاء على هذا الفيروس، والله يحفظ البحرين ويحفظ اهلها يا رب. اللهم امين. اللهم امين. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقه اليوم، ونلقاكم باكر على خير. فامان الله، مع السلامه.